بيك كيفاش استقبلتي الدعوه اللي عطاها لك؟ لك اخويا من النهار قالوها ليا كنحمد الله ونشكره كنعرفي باقي الناس باقي المحسنين باقي لي جورناليست بحالكم الحمد لله ولا كنطلب الله الله يعاونكم على اعمالكم الطيبه وانا فرحان بهاد الناس وهاد الجمهور الكريم والخوت والاخوات كنطلب الله الله يجعل ربي يتقبل ليكم والله يخلف عليهم والله يعمر لهم كتر امتانهم دابا عاد مش حسيت بما عندي العائله وعندي الخوت وعندي الحن الكريم عندي الوالدين هذا افضل من عند الله سبحانه وتعالى كنحمد الله ونشكره والفضل كله كاجع عليكم لان كتوصلوا وكتبينوا الناس كيفاش كيعيش الانسان بعد ما كيخرج من السجن وكتشرد وكيبقى عنده لا ام لا اب ولكن ولله الحمد كما يقول الله تعالى وما سقى من الا فرجاه ربنا كنحمد الله ونشكره الله يدوز هاد السهره بخير وعلى خير والله ينصر الملك امير المؤمنين والله يكثر خيره والله يجعل ربي يعاونكم ويعينكم على اعمالكم الصالحه الطيبه ولكم الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمه الله وكنقدم الفضل الكريم الى هاد الانسيده كريمه والزوجه ديالها هادو هما اللي لقيت فيهم الحنان من نهار بدا الفيديو اول انسان اللي جاو عندي الا هاد السيده والزوج ديالها انا الحمد لله ها انا كيك يعني هاد الناس هما اول وحدين تعاونوا معاك من شافوا الفيديو اللي باقي معاهم دابا مده شهر دار ناكل نشرب يعوموني صبنوا ليا الحمد لله قدر كله كاجع على هاد الناس هادو وهاد السيده عزيزه والزوجه ديالها وهاد الاصدقاء اللي جايين هذا هو الفضل وهادشي اللي عندي ما نقول لكم والله يعاونكم الله ييسر لكم امورك ان شاء الله الله يوفقكم المحنه ان شاء الله نتسير لك الله عليك